حمص، كرم الزيتون، العدوية، المنازل التي تم حرقها وإعدام الجثث ميدانيا والأطفال. تاريخ 12/3/2012. هاي الجثث اللي راح نفرجيكم وين انحرقت الجثث امبارح بهاي المنازل. من هون يا اخي تم حرقها. تفضل، هذا بيت كمان تم اعدام كل سكانه بقلبه وحرقهم كلياتهم. مضبوط مضبوط. مثل ما انك شايف اخي، البيت مدمر كليا، تم حرقه كليا. تفضل تفضل. يا عالم اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، تم حرق الناس هون وهي احياء، وهي احياء تم حرق الناس هون. شو بدنا نحكي لسه اكثر من هاي المناظر؟ ليك ما بس عم تطلع. تفضل يا سيدي. شوف اخي الزين، فرج هون. لسه النار عم تطلع، هذا الحكي من امبارح. هون الناس انحرقت وهي احياء. يا عالم وهي احياء انحرقت، العالم وهي احياء. مين مين بدنا نحكي؟ مين هالشكل؟ نبوس ايديكم بس تخلصونا منه، عمال يحرقنا ونحن احياء. شو لسه في بالدور؟ تفضل. هذا هو. شو لسه بدنا اكثر من هيك؟ العالم عم تحترق وهي احياء. تفرج يا ابوي. بأي شرع العالم تحترق وهي أحياء؟ بس يا بشر، مشان الله بوس إيديكم، بأي شرع تحترق وهي أحياء؟ والله العظيم حرام عليكم، هذا ظلم، ظلم. تفضل. شوفوا يا بشر، شوفوا يا عالم، الناس عم تحترق وهي أحياء. حسوا بهاي العالم، بس يعني شوية مساعدات. ما بدنا مساعدات إنسانية، لا تفكروا بدنا مساعدات إنسانية. بدنا ندافع عن حالنا يا عالم، بدنا ندافع عن حالنا يا بشر. بس ادعمونا الجيش الحر، ما بدكم نحن نطلع نقاتل بالعصي. ارفعوا ايديكم عنا، نحن بنقاتل بالعصي وما لنا خايفين من حد باذن الله.